مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان، برحب بيكم وحلقة خاصة جدا مع نجم الأهلي السابق كابتن إسلام محارب. رمضان كريم يا كابتن، عامل إيه؟ أنا مبسوطة إنك معايا النهاردة. الحمد لله. ازيك يا رزان؟ عاملة إيه؟ الحمد لله كله تمام. جاهز؟ هنتكلم طبعا عن رمضان وأجواءه الرمضانية، ولكن قول لنا في البداية، شايف الموسم ده إزاي للجونة؟ هو طبعا موسم صعب جدا، التوقفات اللي فيه كتير جدا. طبعا خرجنا من تصفيات كأس العالم وكده، فده هيدينا يعني طبعا زعلنا الفتره الاخيره دي ان احنا ما صعدناش كاس عالم وما خدناش بطوله افريقيا. طبعا الموسم ده صعب جدا زي الموسم اللي فات بالظبط، توقفات كتير جدا، ما بنلحقش نلعب، الواحد حاسس ان هو بيعمل فترات اعداد كتير جدا بيستهلك فيها، يعني ما بلحقش العب ماتشات قد ما بعمل فترات اعداد في التوقفات الكتير اللي احنا بنعملها دي. فان شاء الله الموسم يخلص على خير ان شاء الله. انت شايف الموسم ده زي الموسم اللي فات ولا اصعب من الموسم اللي فات؟ لا، هو ممكن اصعب شويه، أصعب. لان احنا السنه دي بنلعب ماتش ونريح اسبوع 10 ايام، نلعب ماتشين ونريح شهر 40 يوم، فده كتير جدا. وطبعا الواحد بيبقى بيوصل لفورمه كويسه، وبعدين لما الدوري بتوقف بترجع تاني تعيد من اول وجديد، تبدا فتره اعداد وتجهز ماتشات وديه، فالموضوع بيبقى صعب جدا عليهم، فطبعا ما بتطلعش احسن حاجه في الموسم يعني. خليني ارجع معاك شويه للبدايه.